علينا أن نتعلم في هذا الدرس أن احنا نجيد المحيط ونستطيع أن نتعرف على المحيط ونستطيع أن نستخدم القوانين لحساب محيط المستطيلات ونستطيع أن نشرح كيفية حساب المحيط. انظروا أبنائي الأعزاء إلى هذه الصورة، بيقول لي استكشف مراجعة على المستطيلات، قائن الأشكال الهندسية التالية، ظلل أو ضع دائرة حول جميع المستطيلات. يبقى إذا أبنائي وبناتي الأعزاء نحط دائرة حول جميع المستطيلات، وضع دائرة أو وضع نجمة على المربعات. أول مربع عندي أبنائي نلاقي ان جميع اضلاعه الجانبيه 9 9 9 9 سنتي، يبقى اذا في هذه الحاله فهو ايه؟ مربع. فمن تعريف المربع ان جميع اضلاعه متساويه، الطول يساوي العرض، الطول يساوي العرض. وما دام ابنائي الطول يساوي العرض يبقى معنى الكلام ان باقي الاضلاع متساويه، 9 زائد 9 زائد 9 زائد 9 فهذا مربع. اما المستطيل ابنائي فبيكون في ضلعين كبار وضلعين صغار. الضلعين الكبار كد بعض، مساحتهم كد بعض او مقاسهم كد بعض، والضلعين الصغار مساحتهم ايضا او مقاسهم كد بعض بالظبط. فهنا طبعا ابنائي كما ترون الشكل التالي هو عباره عن مستطيل. لماذا؟ لان الضلع الاعلى 545 سنتي يساوي الضلع الاسفل 545 سنتي، والضلع اللي هو الطول اللي هو مرتفع الى اعلى 303، والضلع الثاني الذي يقابله 303، فهذا مستطيل بنحط حوله ايه؟ دائره. والضلع كمان ابنائي وبناتي هذا ايضا مستطيل، تلاحظون انه الضلعين الكبيرين 17 و17 والضلعين الصغار 4 و4 سنتي. يبقى اذا هذا مستطيل وهذا مستطيل. هنا ابنائي مربع، لماذا؟ لان ده 8 سنتي وده 8 سنتي وده 8 سنتي وده 8 سنتي، جميع اضلاعه 8 سنتي، يبقى اذا ابنائي هذا مربع. يبقى كمان نحط هنا ايه؟ نجمه. تعالوا ابنائي وبناتي الاول نرسم دائره حوالين هذا المستطيل. يلا ابنائي الاعزاء ارسموا دائره وحول دائره هنا حوالين هذا المستطيل ايضا، وهنا نحط ابنائي وبناتي الاعزاء نجمه صفراء مثل هذه النجمه، نحط نجمه ابنائي الاعزاء. هنا ده طبعا ابنائي الاعزاء هذا الشكل عندما تراه، ضلعين متقابلين متوازيين احدهما كبير والاخر صغير. في هذه الحاله ابنائي الاعزاء هذا ما يسمى بشبه المنحرف، شبه ايه؟ منحرف. اما هذا ابنائي ثلاث اضلاع وثلاث زوايا وثلاث رؤوس فهذا ما يسمى بالمثلث، مثلث. وهذا المثلث كما ترون ابنائي 30 سم 30 سم 30 سم يسمى مثلث متساوي الاضلاع. اما هذا ابنائي نلاحظ ان هذا الشكل 45، الطول 45 والضلع الذي يقابله 45، ومن اسفل القاعده 23 واعلى 23، وهذا مستطيل بنحط حوله دائره. كده يا ابنائي تعرفت على اشكال المستطيلات وتعريفها، وتعرفت على المربع والفرق بين المربع والفرق بين ايه؟ المستطيل. وكما تعلمنا من قبل ابنائي ماذا تتميز هذه الاشكال، نلاحظ ابنائي ان كلها او ما عدا المثلث كلها بها اربعه اضلاع، ده اربع اضلاع، اربع 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 اضلاع، ده في اربع زوايا، ده في اربع زوايا، اربع اربع اربع، ما عدا المثلث فيه ثلاث زوايا، ده في اربع رؤوس وده اربع رؤوس واربع رؤوس، ما عدا المثلث به ثلاث رؤوس. وهذا ما يسمى ضلع وهذا ما يسمى ضلع، وكلها ابنائي اشكال ثنائيه الابعاد، ثنائيه الابعاد ابنائي يعني مسطحه. تعلم مسيره النمل، حل المسائل التاليه وضع خطواتك. تبحث مجموعه من العاملات من النمل عن الطعام، ويفرز النمل الفيرمونات او الهرمونات، المواد الكيميائيه اسمها فيرمونات عند النمل، لتحديد مسار يتبعونه او يتتبعونه من خلال الرائحه. يتتبع النمل بعضهم بعضا في خط واحد حول احد المباني. استخدم النموذج التالي واحسب محيط إذا أبنائي الأعزاء في تعلم هنا مسيرة النمل، تعالوا نشوف، بيقول لي تبحث مجموعة من العاملات من النمل عن الطعام، ويفرز النمل الفيرمونات المواد الكيميائية لتحديد مسار يتتبعونه من خلال الرائحة، يتتبع النمل بعضهم بعضا في خط واحد حول أحد المباني، استخدم النموذج التالي واحسب محيط المبنى. أبنائي الأعزاء كما ترون تعالوا نشوف هذا الشكل، هل هو مربع ولا مستطيل؟ أبنائي تلاحظون أن هذا الضلع، هذا الضلع 25 والضلع الذي يقابله 25، أما الضلع العرض فهو 10 وده 10، إذا أبنائي ضلعين كبار وضلعين صغار، ضلعين متساويين والآخرين متساويين، فهذا مستطيل. لما أجي أحسب المحيط أبنائي الأعزاء، حساب المحيط إن أنا أقوم بحساب أو جمع جميع الأضلاع بإيه؟ حوالين دائرة كده أجمعها مع بعض، يبقى كده جبت المحيط 25 زائد 10 زائد 25 زائد 10، أو إن أنا أقول 25 زائد 10 في 2، 25 زائد 10 في 2، هذا حساب المحيط أبنائي أو القانون الخاص بالمحيط، إن أنا إما أجمع 25 زائد 10 واضرب في 2، ليه؟ لان الضلعين دول ابنائي الاعزاء لما اجي احسبهم الاقيهم كد الضلعين دول، فبقول ان انا 25 زائد 10 هيديني 35 في 2 هيديني طبعا ابنائي الاعزاء كام؟ 30 و30 60 70، ولما اجي احسبهم 25 و25 50، 50 و10 60 و10 70. هكذا ابنائي بيحسب مساحه المحيط. ولكن ابنائي كنا بناخدها في الصف الثالث الابتدائي باللغه العربيه، ونقول محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في 2، او الطول زائد العرض، او جميع الاطوال مثلا 25 زائد 10 زائد 25 زائد 10، هكذا بتكون حساب. انما ان شاء الله ابنائي الاعزاء سناخذ حروف باللغه الانجليزيه لمعرفه الطول، وحرف لمعرفه الايه؟ العرض. المحيط يساوي 25 زائد 10 زائد 25 زائد 10 يساوي 70 كما قلت لكم. طيب بعد كده ابنائي بيقول لي تعاون مع زميلك لكتابه قاعده او قانون لمساعده علماء الرياضيات على حل مسائل المحيط بكفاءه. موجود طبعا القانون، بيقول لي استخدم، حافظين القانون ابنائي الاعزاء؟ القانون ابنائي الاعزاء اللي هو خاص بمساحه محيط المثلث، يقول ان محيط اي مضلع، محيط اي مضلع يساوي طول جميع اضلاع، مجموع اطوال اضلاعه، مجموع اطوال اضلاعه الاربعه او الخمسه او الست، مجموع اطوال اضلاعه، يبقى ايه؟ جمع اطوال اضلاعه، وكده نستطيع ان احنا نحصل على ايه؟ على محيط هذا الشكل. اذا ابنائي محيط اي مضلع يساوي مجموع اطوال اضلاعه. ثلاثه،
يعني هنا لما اجي احسب دوت اقول 17 زائد 4 زائد 17 زائد 4 بيديني المحيط. استخدم القانون اللي هو ابنائي بيقول ايه؟ البي تساوي ال زائد دبليو زائد ال زائد دبليو. يعني ايه الكلام دوتي؟ البي ابنائي اللي هو المحيط، البي اللي هو ايه؟ المحيط. احفظوا ابنائي هذا الاشياء لانها ان شاء الله هتستمر معنا. البي اختصار لكلمه محيط او اول حرف في كلمه محيط. احنا كنا في اللغه العربيه او في الرياضيات لما ندرس اللغه العربيه بنقول ميم يعني محيط، ممكن نقول ميم يعني محيط. هنا في اللغه الانجليزيه هنقول البي يعني المحيط، البي يعني المحيط. يساوي ال ابنائي اللي هو ايه؟ الطول زائد وي العرض زائد الطول زائد العرض، الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. ال بتدل على كلمه ايه؟ الطول، والدبليو بتدل على ايه؟ العرض، والال بالطول الثاني زائد العرض اللي هو العرض الرابع. باذن ابنائي هذا هو القانون الاول. وممكن اقول ابنائي نفس القانون، البي اللي هو المحيط يساوي ال زائد وي الطول زائد العرض في 2، الطول زائد العرض في 2، ال زائد وي في 2. البي اللي هي المحيط، احفظوا ابنائي جيدا، البي اللي هي المحيط والال اللي هي ايه؟ الطول زائد الوي العرض في 2، في ايه؟ 2. احفظوا ابنائي هذا القانون. يبقى العرض اه ابنائي قال لك الدبليو، العرض يساوي ايه؟ الدبليو اللي هو اختصار لكلمه ايه؟ ويتس. والطول ال اللي هي ايه؟ لينث. احفظوا ابنائي الطول بدل ما نكتب الكلمه كامله بناخد حرف ال. المحيط اللي هو حرف البي اللي هو البريمتر، البريمتر يعني المحيط، بناخد اختصار للبي. احفظوا ابنائي عايزكم كده تقعدوا وتحفظوا هذا القانون جيدا، عايزكم ابنائي تركزوا جيدا وتحفظوا لي هذا الايه؟ هذا الجزء حفظ، حفظ ابنائي لان قابلنا كثير ونحل مسائل البي. احفظوا ابنائي البي اللي هي المحيط وال اللي هي الطول والدبليو اللي هي الايه؟ العرض في 2، ده القانون الاول. او بقول بصيغه ثاني ولكن الصيغه الاولانيه دي باختصار واحسن، بدل ما اقول الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض واجمع جميع الاطوال، لا انا اقول ايه؟ الطول زائد العرض في 2، هذا مساحه المحيط. اي محيط عايز احسبه اطبق عليه هذا القانون. بعد كده بيقول لي 4 ابنائي الاعزاء، بشوف الاول هنا طبعا بنحسب المساحه ديت ونشوف بعينينا. اهو ابنائي البي اللي هي المحيط بيساوي ال زائد دبليو في 2، ال زائد دبليو ابنائي اللي هو الطول زائد العرض في 2. تعالوا نطبق الكلام دوت، ال اللي هو 17 موجوده 17 زائد 4 زائد 4 اللي هي دي 17 زائد 4 اللي هي دي في 2، في 2 يعني ايه؟ اللي هي يعني 17 وال 4 يعني كانها مكرره مرتين، لان انت لو تلاحظ 17 و4 مكرره مرتين. فبقول ال زائد دبليو الطول في العرض في 2 بيعطيني مساحه هذا المحيط. تعالوا ابنائي نطبق، 17 زائد 4 بيساوي كام؟ 21 في 2، 21 في 2 بيساوي كام ابنائي؟ 21 في 2 بيساوي 42 سم. وطبعا ابنائي مساحه المحيط بكتبها بالسنتي ولا اكتب عليها ايه؟ مربع، ما اكتبش عليها مربع، المساحه بس هي اللي بتتكتب عليها مربع، انما المحيط بكتب سنتي، 42 سم كما هو موجود. إيه طب تعالوا نشوف المثال الثاني ابنائي، ده الشكل ده لازم اعرفه الاول، هل هو مربع ولا مستطيل عشان اطبق عليه القانون. 9 زائد 9 زائد 9، يبقى اذا ابنائي هذا مربع، ما دام 9 و9 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 اربع تسعات يبقى ده ايه؟ ده مربع. طيب لكي احسب مساحه المربع ابنائي برضه نفس الكلام، اقول البي تساوي ال زائد دبليو في 2، ال زائد دبليو في 2 او الطول في 4، ممكن اقول كمان ثاني ابنائي ال في 4. ليه؟ لان 9 في 4 كام؟ 9، ودي احسن واسهل. 9 في 4 هتلاقيها ادتني ابنائي الاعزاء طول المحيط، طول ايه؟ المحيط. لاحظوا معايا يا ابنائي، البي تساوي ال في زائد دبليو في 2 اللي هو 9 زائد 9 في 2 يساوي 18 في 2 يساوي 36 سم، محيط هذا المربع، محيط هذا المربع. ولو قلت 9 في 4 برضه هي نفس الكلمه تديني 36، 36. البحث عن القوانين احسب محيط الاشكال الهندسيه التاليه، استخدم قانونين مختلفين لحل كل مساله، وضع خطوات، وضع خطوات، وضح خطواتك. واحد هنا اداني 27 ودي 27 ودي 27 ودي 27، يبقى ده اسمه ايه يا ابنائي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ مربع. يبقى ده ايه؟ مربع. لازم احفظ الحاجات دي، مربع، لازم احفظ هذه الاشياء، مربع. ما دام جميع اطوال اضلاع شبه بعض يبقى ايه؟ مربع. تعالوا يا ابنائي نطبق القانون الاول. القانون الاول هو ايه؟ اللي هو 27 البي يساوي ال زائد دبليو زائد دبليو ال زائد دبليو زائد ال زائد دبليو، ده القانون الاول. القانون الثاني ال زائد دبليو في 2، وفي قانون ثاني يا ابنائي اللي هو ايه؟ ال في 4 الطول في 4، الطول في ايه؟ 4. كل ده حساب ايه؟ البي ابنائي، حساب ايه؟ البي. ركزوا معايا يا ابنائي، البي تساوي ال زائد دبليو زائد ال زائد دبليو قلت لكم عليه الاول، اللي هو 27 زائد 27 زائد 27 زائد 27 يساوي 108 سم، وهذا هو القانون الاول. القانون الثاني ال زائد دبليو في 2، 27 زائد 27 في 2 بيديني كام؟ بيديني 54 في 2 ب 108 برضه. يبقى كده هو هو نفس القانون ابنائي، او اختلاف القانون ولكن النتيجه واحده. تعال بعد كده يا ابنائي لرقم 2، مديني مستطيل طبعا بالشكل اعرف على طول ان ده مستطيل. طول الضلعين الكبار 67 متر مثلا، والضلع الصغير 21 21، يبقى ده مستطيل. بحسب القانون الاول، بقول بي تساوي ال زائد دبليو زائد ال زائد دبليو واجمعهم كلهم مع بعض، 67 زائد 21 زائد 21 زائد 67 بيديني 176 المحيط. القانون الثاني اللي هو ده ال زائد دبليو في 2 اللي هو 21 زائد 67 في 2 يديني 88 في 2 يعطيني 176، والنتيجه هي هي، النتيجه كام؟ هي هي. هنا يا ابنائي هذا الشكل يعتبر مستطيل، طول الضلع الطويل 50 والضلع الذي يقابله 50 والضلع الصغير 30 والضلع الذي يقابله 30.
ده مستطيل. هنقول يا ابنائي القانون الاول ال بي يساوي ال زائد دبليو زائد ال زائد دبليو اللي هو 30 زائد 50 زائد 30 زائد 50 بيعطيني طبعا المجموع ابنائي. ال بي يساوي 50 زائد 30 زائد 50 زائد 30 بيساوي كام ملي متر؟ 160. 160 يا ابنائي. القانون الثاني ال بي يساوي ال زائد دبليو في 2. ال زائد دبليو في 2 50 زائد 30 في 2. 50 زائد 30 في 2 بيديني 80 في 2 بيديني 160. هو نفس القانون. بعد كده النبي بيقول حل مسائل المحيط التاليه لكل مساله ارسم مستطيلا واكتب الطول والعرض وفقا للمساله. ترسم سارة خطا حول كعكة على شكل مربع يبلغ طول جانب واحد من الكعكة 30 سنتيمتر. ما طول الخط الذي ترسمه سارة حول الكعكة؟ تعالوا يا ابنائي الاعزاء نشوف هذا الكلام. ده 30 سنتي. 30 ايه؟ سنتي. طيب 30 سنتي هو بيقول لي على شكل مربع. ما دام 30 سنتي على شكل مربع واداني طبعا ابنائي الاعزاء كما قلت لكم اداني الايه؟ الاسم اللي هو مربع الطول يعني واداني ان هو 30 سم. يبقى في الحاله دي 30 ودي 30 ودي 30 ودي 30 يبقى كل الاضلاع تبقى 30. كل الاضلاع تبقى كام؟ 30. كل الاضلاع تبقى 30. يبقى اذا المحيط المربع ابنائي يساوي طول الضلع فيه 4. طول الضلع فيه 4 وهي هي ابنائي نفس القانون او يعتبر القانون رقم 3 بس متشابه معاهم. محيط المربع يساوي 30 اللي هي 30 واحده بس في 4 هتديني 120. ولو طبقت القانون بتاع 30 زائد 30 زائد 30 زائد 30 اربع مرات هيديني برضه 120. ولو طبقت القانون بتاع بي يساوي دبليو ال زائد دبليو في 2 يعني 30 زائد 30 60 في 2 هتديني برضه 120. يبقى كل القوانين ابنائي قوانين المحيط بتعطيني نفس ايه النتيجه. بعد كده رقم 5. رقم 5 مالها يا ابنائي الاعزاء؟ ركزوا معي هنا. رقم 5 بيقول لي يريد فريق كرة القدم إحاطة جزء من الملعب بالحبال للاعب كرة القدم للحصول على مساحة كافية يحتاجون إلى مساحة يبلغ طولها 105 أمتار وعرضها 68 متر. ما طول الحبل الذي سيحتاجونه لهذا الجزء من الملعب؟ طبعا أبنائي عندما يقول لي ما طول الحبل الذي يحيط بهذه المنطقة يبقى معناها عايز المحيط. يبقى معناها عايز إيه؟ المحيط. لأن المحيط إن أنا بقيس الإيه؟ مساحة الأطوال الموجودة حوالين المربع أو المستطيل. ففي هذه الحالة أبنائي الأعزاء هنا طبعا هو بيقول لي طبعا من الملعب بالحبل للاعب وقال لي اداني طول مساحتين يبقى المساحتين التانيين هيبقوا متشابهين من دول. يبقى لو جبت الحل هقول البي تساوي 105 زائد 68 زائد 105 زائد 68 يساوي ويديني بالقانون الاول والاول القانون الثاني 68 زائد 120 في 2 بيعطيني ايه؟ بيعطيني نفس النتيجه. تعالوا نطبق هذا الكلام. هذا ابنائي هو ايه؟ الايه مستطيل 68 سنتي 68 متر مثلا والطول الطويل 105 متر وده طبعا هيبقى 68 وده هيبقى 105 متر 105 متر وده 68 برضه. يبقى البي تساوي محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في 2 68 زائد 105 في 2 بيعطيني كام ابنائي؟ 105 نجيب المجموع الاول هيطلع 173 في 2 هتطلع 346. يبقى المحيط او طول الحبل يساوي 346 346. بعد كده بيقول لي مسيره نمل الخشب حل مساله المحيط التاليه وضح خطواتك. سارت نملة الخشب في محيط يبلغ 100 سنتيمتر، ارسم مستطيلين مختلفين يمكن ان يمثلان سيرها. سارت نملة الخشب في محيط يبلغ 100 سنتيمتر، اذا ابنائي هو هنا ابنائي يعتبر اداني نهايه الحل. انا لما بحل مساله بجيب من المحيط بيساوي الطول زائد العرض زائد طول زائد العرض في 2 وبحسب الحسبانه بتاعتي وتديني في الاخر ايه؟ 346 زي كده واطي. هو اعطاني الناتج النهائي، يعني اعطاني ان المحيط المستطيل النهائي 100 سنتيمتر، فانا دلوقتي عايز احسب ايه الشيء او ايه المستطيل اللي مساحته النهائيه بتبقى 100 سنتيمتر، كان في كام يديني 100 سنتيمتر؟ بهذه الطريقه استطيع ابنائي الاعزاء حل المساله كاني بحلها بايه؟ بطريقه عكسيه. بطريقه ايه عكسيه؟ محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في 2. عايزين يا ابنائي نجيب الطول زائد العرض في 2 بحيث المجموع يكون 100. بحيث المجموع يكون ايه؟ 100. نصف محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض. الطول زائد ايه؟ نجيب الطول زائد العرض. يعني مثلا 20 زائد 30 كام؟ 50. طيب دلوقتي 50 50 و50 كام؟ 100. يبقى انا كده استطعت ان انا اجيب المستطيل واطبق عليه يا ابنائي الاعزاء 30 زائد 20 في 2 هيديني 100. او احلها بطريقه ثانيه يا ابنائي غير ال 30 زائد ال 40 بحيث المساحه تديني 50. 40 زائد 10 بيديني 50 بضربهم في 2 بيديني 100. او ابنائي الاعزاء مثلا 45 و 45 و 5 45 و 5 مجموعهم 5 اضربهم في بعض يديني اضربهم في بعض طبعا مجموعهم يساوي 50 واضربهم في 2 بيديني 100. او ابنائي 35 و 15 برضه نفس الكلام مجموعهم يديني 50 اضربهم في 2 يديني 100. او ابنائي حتى لو قلت 49 زائد 1 برضه نفس الكلام هيديني 50 اضربهم في 2 يديني 100. او 48 زائد 2 في 2 هيديني 100. كتير جدا يا ابنائي. اي رقمين مجموعهم يديني 50 واضربهم في بعض في 2 بيديني 100. هي الحل السليم وهي الحل ايه؟ الصحيح.